السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايب لكم وصفة جديدة بلحم الأرانب، وصفة سهلة ومفيدة جدا جدا، ما فيهاش أي نسبة دهون ولا زيوت ولا أي حاجة. طب بس قبل ما نتكلم في طريقة الوصفة بتاعتنا أو إزاي هنعملها، هنتكلم النهاردة على فوائد لحم الأرنب. أول حاجة الفايدة بتاعتنا للمرأة الحامل، الألياف الأرنب أو لحم الأرنب من الحاجات الألياف سهلة الهضم جدا جدا، فبالتالي هي مستساغة وبتمد المرأة الحامل بالفيتامينات والأملاح والحاجات اللي هي محتاجاها المرأة الحامل فترة الحمل. تمام. الحاجة اللي بعديها هي مفيدة في التخسيس جدا، لأنه كيلو اللحم الصافي، كيلو اللحم الصافي من الأرنب بيديك 350 سعر حراري، وده طبعا مقارنة بالأنواع التانية من اللحوم سواء اللحوم الحمراء أو اللحوم البيضاء، فهو مفيد جدا وأفيد بكتير. 350 سعر حراري يعني بيمد ده كيلو الواحد، فطبعا اللي بياكل سواء حابب يعمل دايت بياكل كميات قليله منه، فبالتالي يعني بياكل مثلا 300 جرام مثلا او 400 جرام مثلا، هتدي له طبعا نسبه اقل بكتير من 350 سعر حراري، فبالتالي السعرات الحراريه قليله، نفس الوقت بيدي الجسم البروتينات واحتياجاته من البروتين الحيواني او البروتين بتاعنا. الحاجه الثالثه مفيد جدا لمرضى ضغط الدم، مرضى الضغط. ليه؟ لانه نسبه الصوديوم في لحم الارنب قليله جدا. تمام. حاجة لا تذكر، فبالتالي ما بيأديش لارتفاع ضغط الدم. الحاجة الرابعة هو مفيد لمرضى القلب. ليه؟ لأن هو ما فيهوش نسبة كوليسترول عالية، وبالتالي ما بيأديش لمشاكل في القلب. الحاجة الخامسة، الأرنب مفيد في تكوين العظام، فبالتالي هو مفيد جدا للأطفال، لأن نسبة الكالسيوم في لحم الأرنب نسبة عالية جدا، فبالتالي مفيد في تكوين العظام. عشان كده احنا قلنا في رقم واحد هو مفيد للمرأة الحامل، لأن بيمدها بالكالسيوم، لأن فيه نسبة كالسيوم عالية جدا. رقم ستة، اللحم الأرنب يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم والمغنيسيوم، وبالتالي هو مفيد للأعصاب، مفيد جدا، بيحمي من السكتة الدماغية، بيقوي الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي احنا يعني بعض الحاجات الناس بتقولها ما اعرفش مش متاكد من صدقيتها للامانه، ان هو بيحمي من امراض كورونا، بيساعد في الوقايه من مرض كورونا المستجد، يعني بيقوي جهاز المناعه. لحم الارنب كمان بيمتاز ان هو في عنصر الزنك عالي جدا، وبالتالي فهو بيساعد في القدره الجنسيه او بيساعد في الصحه الجنسيه سواء للذكر او للانثى، هو الاثنين على حد سواء، هو بيعزز الصحه الجنسيه للذكر او للانثى او للراجل والمراه، لانه بيحتوي على نسبه عاليه من الزنك. التخلص من فقر الدم والانيميا، يعني بيحتوي على نسبه عاليه من عنصر الحديد اللي مهم جدا في تكوين الهيموجلوبين، طبعا برضه زي ما قلنا في رقم واحد، هو عشان كده برضه من ضمن الحاجات المفيده عشان المراه الحامل. بيساعد على بناء الانسجه والعضلات، لانه بيحتوي على نسبه عاليه برضه من الفسفور. يساعد على النشاط الذهني، طبعا الناس اللي مقبله على امتحانات الثانويه العامه او لحم الارانب مفيد جدا، انه بيساعد على النشاط الذهني، يحتوي على نسبه عاليه من البوتاسيوم زي ما احنا قلنا والزنك. اخر حاجه عايزين نقولها ان التوجه العام دلوقتي في الدول الاوروبيه او دول الخارج للحم الارنب، دي زي ما قلت الفوائد كلها اللي عدتها دلوقتي، فاتجاه الدول الاوروبيه بتجري على لحم الارانب اكتر من باقي اللحوم، لانه صحي اكتر، فوائده اكتر، فبالتالي اتجاه للحوم الارانب اكتر بكتير من باقي انواع اللحوم. نبدا بقى في الوصفه بتاعتنا. الوصفه بتاعتنا عباره عن، هنجيب حوالي ربع كيلو بسله، جزرتين صغيرين نقطعهم، بطاطس او بطاطسايتين، تمام، بصلايه كبيره، فلفلايه رومي، شويه بهارات، عندك معلقتين ملح، روزماري، زعتر، ولورو، البهارات عندك هنا معلقه بهارات، وهنا نص معلقه فلفل اسمر، او على حسب ما انت حابب البهارات اللي انت حاببها تحطها. طبعا هنا ارنبين صغيرين متقطعين قطع، طبعا ده لحم الارنب. طبعا لحم الارنب انت لما بتذبحه، طبعا انا بذبح في البيت عندي، فانا طبعا ده طبعا لحم الارنب بحطه في ميه بخل بليمون، واحيانا بحط ورق ليمون كمان عشان بيدي ريحه كويسه جدا جدا، ريحه ورق شجر الليمون بيدي ريحه كويسه جدا، فانا هحط طبعا الارنب اهو كله زي ما انتم شايفين اهو الحاجات بتاعته كلها، تمام اهو،
هنعمل الطبق ده خلاص مش لازمه. طبعا كنت ناقع الحاجات دي طبعا قبل ما اشتغل، ناقعها في خل وليمون او خل وورق ليمون المتوفر عندك. طبعا نحط البطاطس اهي، كل الخضار اللي عندي اللي انا مقطعها بحطها كلها فوق بعض. بحط الخضار اللي عندي، لو عندك حابه تزودي فاصوليا، حابه تزودي فلفل حراق. طبعا انا ما بحبش الفلفل الحراق فمش هحط فلفل حراق، اللي بيحب الفلفل الحراق يحط فلفل حراق. ده بصل اهو كمان، مفيش اي زيوت، مفيش سمنه، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه من الحاجات ديت. هي وصفه سهله جدا وبسيطه واي حد يقدر يعملها. ده الرز المالي اهو، وده الزعتر طبعا اذا متوفر طبعا، وده ورق اللورو. كل البهارات بتاعتنا اهي حطيناها زي ما هي اهي كده تمام. هنقلبها كويس كده عشان البهارات تاخد فيها مع اللحمه مع الخضار. وصفه سهله جدا بسيطه. اهو قلبنا كل حاجه. دلوقتي احنا حطينا الحاجه في كل الخضار في اكياس حراري اهو، كيسين حراري تمام. الارنب بالخضار بكل حاجه بعد ما تبلناه وسيبناه شويه. بعد كده بس ايه هنعمل ايه؟ خلاص الكيس الحراري اهي زي كده عشان ايه؟ خلي بالكم ان يبقى في تخليل من فوق كده او زي كده بس كده. طبعا هكون مشغل الفرن من قبلها بشويه، هكون مشغل الفرن مثلا من قبلها بخمس دقايق ولا حاجه، بس يوصل على درجه حراره عاليه. جاي اعطي الفرن كيس حراري كده في الفرن اهو ونسيبها. طبعا كده ما استخدمناش لا زيوت ولا سمنه ولا اي حاجه، وهنستنى كده بعد ما يستوي ونصور نطلع له كل حاجه كده بعد ما تستوي ونشوف شكلها ازاي. هنبدا نطلع دلوقتي صينيه بتاع الارانب الفرن. دلوقتي الارانب حوالي قعدت لها ساعه جوه الفرن. بسم الله ما شاء الله دي شكلها بعد ما طلعت من الفرن. تعال بقى نصور، نفتح بقى وندوق ونشم الريحة. طبعا الله ريحة فظيعة ما شاء الله عليها. نبدأ نفتح الكيس اهو. طبعا لحم الأرنب كأنه مشوي ما شاء الله، شايفين؟ شايفين ازاي ما شاء الله عليه لحمة، شايفين لحم الأرنب ازاي؟ بس صغير كده بقى. مستوي جدا، البطاطس كأنها مشوية. ريحة وطعم خرافة، تحفة 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 تحفة، والبهارات واخدة فيها، والحاجة طعمها لذيذ جدا. وصفة صحية مريحة سهلة جدا، فيها كمية بروتينات وفيتامينات رائعة، لأن طبعا الخضار فيها تشكيلة رائعة مع لحم الأرنب اللي احنا قلنا بفوائده. لو عجبتكم الوصفة دي وأتمنى إن أنتم تجربوها عندكم في البيت، وصفة سهلة وأنا من فعلا الوصفات اللي بحبها جدا جدا كده وصفة الأرنب في الكيس الحراري. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفة دي وجربتوها تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة، تنشروا المحتوى ده بين اصحابكم، وتنشروا المحتوى ده للفيديو فعلا مفيد جدا، لانه ما فيش لا زيوت ولا دهون بدون اي حاجه، فهي فيتامينات ومفيده جدا. ما تنساش حابب ان انت تقدمها بقى مع الرز براحتك، حابب تقدمها مع عيش براحتك، ممكن حابب ان انت تقدمها مع مكرونه، تمشي مع كل حاجه. وصفه سهله وبسيطه، واتمنى تكون عجبتهم واشوفكم في وصفات جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سامح حجاب.